يقول شخص في أول يوم من رمضان سمع الأذان فأفطر، ثم تبين له أنه من الجوال الأذان، وبعد إفطاره بنصف دقيقة تقريبا أذن مؤذن المسجد، فهل يقضي ذلك اليوم؟ لا يجب القضاء، لأنه هذا أفطر بناء على أنه قد غربت الشمس، واعتمادا على الأذان. وهذا القدر من الفارق يتفاوت فيه، فبعض المؤذنين يؤخر أو يتأخر أو يعرض له ما يجعله يتأخر عن التوقيت الحسابي الذي يكون فيه غروب الشمس. الأمر في هذا قريب ولا يلزمه قضاء.